الوزير فيصل شوقي عضو في مجلس اعلى للسلطه القضائيه، ممثل السيد الرئيس المنتدب في مجلس اعلى للسلطه القضائيه، السيد صلاح المهم مفتش العام للشؤون القضائيه في مجلس اعلى للسلطه القضائيه، السيد احمد وائل العالمي رئيس وقت الدعوه العموميه وتطبيق السياسه الشرعيه في البيئه السلميه المهمه، ممثل السيد الوكيل العام لملك المملكه المهمه رئيس النيابه العامه، السيد عامر صاحب جلاله على اقليم الاسفي، الوفد المرافق للسيد عامر صاحب جلاله لشخصيات عسكريه وامنيه ومدنيه، الساده المستشارين لمحكمه السيده الرئاسه والوكيل العام لملك الدار، الساده رؤساء المحاكم الابتدائيه ووكلاء ملك الدار، الساده القضاه والنواب وكيل الملك، السيد نقيب هيئة المحامين بأسفي، السادة عضو وموظفي إيتال أصدار والمديرية الفرعية الليبية بأسفي، السادة العدود والخبراء والمنتقين والمفوضين القضائيين، أيها الحضور الكرام، كل باسمه وصفته. اسمحوا لي أن أعبر لكم عن عظيم سعادتي بتواجدي معكم هنا اليوم في هذا البيت المرحوم استئناف نسب، وأشكركم الشكر الجزيل على تحمل عبء التنقل لتلبية الدعوة للحضور والمشاركة في مراسم هذا التنصيب الذي يدخل في إطار جلسات رسمية محددة أعضاء أمرين أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في يده، وذلك للعناية الكبيرة التي تختص بها أسرة القضاء من قبل جلالته في نطاق المرجعيات الأصلية المتمثلة في ثوابت الأمة القائمة على أن القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، ولما يوليه عزه الله من أهمية قصوى لإصلاح العدالة وفق ما تضمنته الخطب البلدية السامية والتوجيهات النيلة الجلالة، وخاصة الخطاب الملكي السامي لثورة الملك والشعب يوم 20 مارس 2009 الذي يعتبر خارطة الطريق إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وما شكله الخطاب الملكي اليوم 8 أكتوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة الخليفية للبرلمان، والتي أسست بمفهوم جديد لإصلاح العدالة ألا وهو القضاء في خدمة المواطن. وجاء الخطاب الملكي السامي والتاريخي اليوم 9 مارس 2011 ليتوج هذا المسار الإصلاحي التصاعدي، وذلك بالارتقاء بالقضاء إلى مصاف كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأصبح القضاء سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين المقبورتين، وتعيين السيد الوكيل العام الملك الملك الأبنى رئيس النيابة العامة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 3 أبريل 2019، واعتباره مسؤول القضاء الأول عن جميع النيابات العامة لمحاكم المملكة. حضرات السيدة والسادة الأقارب، إنه لشرف عظيم وفخر كبير أن أحظى بالثقة المولوية الشريفة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بتعيين وليا عاما للملك لدى محكمة السنة بأسفي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دورة جمادى الأولى 1440 هجرية الموافق يناير 2019 ميلادية. وبقدر ما أحس بالتشريف المولوي السامي بهذه المنظومة الملكية السامية التي لها عميق الأثر والدلالة في نفسي، بقدر ما أحس بجسالة المسؤولية الملقاة على عاتقي وما يتطلبه ذلك مني من تشبع بروح المسؤولية والتجرد والمروءة والاستقامة والجدية والحزم والنزاهة والتشبث بقواعد العدالة ضمانا للحقوق والحريات. كل ذلك في إطار من المرونة بتقريب الخدمات لرعاية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء كانوا داخل أرض الوطن أو خارجها، وهو الأمر الذي لن يتأتى لنا إلا بتحديث المصادر وتبسيطها بأبعد التسريح من وتيرتها، صوما بكرامتهم وتفهما لقضاياهم، وهو ما أتى عليه جلالة الملك نصره الله ترسيخا للتخليق وتوحيد الثقة في قضاء فعال ومسلم. حضرات السيدات والسادة الكرام،
إن الثقة المولوية الشريفة التي حظيت بها تجعلني عازما كل العزم وبإرادة قوية وبتوكل من الله وعوني منه على القيام بالعالمي بحسن وأمان وعلى حسن تنزيل سياسة جنائي ومضامينها وحسن تدبير إدارة القضايا بهذه الوقوع المالي تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للسيد وكيل العام الملك محمد النقد رئيس النيابة العامة والتي تعد خارطة الطريق تهم العمل القضائي وحسن تدبير النيابة العامة تحقيقا لانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الجنائية وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين وتساهم في تحقيق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته وتؤدي الخدمات للمتقاضين والمتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية. إن تحقيق الأمن القضائي وتفعيل دور الآلية القضائية والرفع من النجاعة القضائية لهذه الدائرة القضائية تجعلني أسير في نفسي ما سطره السيد وكيل العام الملك محمد النقد رئيس النيابة العامة لمن موجب منشور الصادر عن السيدي والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات من بينها تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم والاهتمام بتطلباتهم والتقليص من أجل بث الشكايات والمحاضر حماية الحقوق والحريات لضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم مع الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات وضمان حقوق الدفاع وتمكين المحامين من القيام بمهامهم بحقوق الحرية واحترام الأجل المعقول الذي نص عليه الدستور المغربي في الفصل 120 ترشيد اعتقاد اعتياطي وعقلنا التطبيقي وذلك بعدم الإيداع على الاعتقاد إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية للإيداع والحرص على تأكيد ضرورة الدور الإيجابي للنيابة العامة في تفعيل العدالة التصارفية التي جرى لها المشرع من أولويات السياسة الجنائية تخليق الحياة العامة وذلك بجعل النيابة العامة تلعب دورا محوريا في مكافحة الظواهر السيئة والسلوكات الإجرامية الأكثر إثارة لشعور الرأي العام الوطني والدولي بالنظر لما تخلفه من آثار على حقوق الأشخاص وعلى الاستثمار ومنها الرشوة واستغلال النفوذ اختلاس المدعاة الغضب اعتبارا أن مكافحة الفساد ذلك يحد من المحاور الأساسية للسياسة الجنائية في الدولة التي ينبغي على النيابة العامة إلى العاملة اللازمة حماية الأمن والنظام العامين ضمانا لحماية حريات المواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم والتمتع بالحريات التي يكفلها لهم الدستور والتي تدخل في مقدمة اهتمامات السياسة الجنائية وحماية حقوقها الخاصة باعتبارات مختلفة ولا سيما بهشاشة بيولوجية أو ضعف جسدي وحماية الأطفال والنساء من كل أشكال العنف وحماية الموظفين القائمين بإنفاذ القانون من الاعتداءات والإهانات التي يتعرضون لها بسبب قيامهم المهنيين أو في تنفيذ الأحكام القضائية أو قرارات الإدارة وحماية الملكية العقارية التي تعتبر أحد أعمال التنمية الاقتصادية والعمران واستعمال الآلية القانونية الفعالة لضمان استقرارها خدمة للاقتصاد والاستثمار التعاون القضائي الدولي وذلك ببذل الجهود لاستجابة لطلبات التعاون القضائي التي ترد من مختلف السلطات القضائية الأجنبية بما يضمن سيادة القانون ومنع إفلات العقاب تفعيل دور النيابة العامة في القضايا المدنية لتقديم المستنتجات المطابقة للقانون بالشكل والمنظور مع توفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار راجيا من الله ان نكون عند حسن الظن عالي البلاد. وللنهوض بالعداله على مستوى النيابه العامه لمحكمه الاستئناف للاسف التي اضع شخص متواضع في خدمتها تحقيقا للنجاعه القضائيه
السيد أحمد أطس الرئيس الأول المحترم الذي يمكن له فائض التقدير والاحترام، وأعول على مساندته ومناصرته بحكم تجربته الكبيرة وكفاءته الأكيدة، والسادة المسؤولين القضائيين من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها، والسادة المحامون الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من أسرة القضاء، وبالتالي فإن مساندتهم مضمونة، والسادة الأطر وموظفي كتابة الضبط الذين يشكلون الأطلاع الأساسية التي تراهم عليها بتصريح الأشغال، علاوة على السادة العدول والخبراء والموثقين والمفوضين القضائيين، والسادة رجال الضوابط القضائية من شرطة وضابط بلدي، وكذا التعاون والتنسيق مع باقي السلطات المختلفة وكل من له علاقة من قريب وبعيد بهذا الجهة. ولا يقابلني شك أنني سأجد السند والدعم من جميع هذه المكونات حتى نصل إلى الهدف المنشود، ألا وهو تحقيق الحكامة الرشيدة التي دعا إليها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في قبره الملك. وقبل الختام أريد أن أنبه بالعمل الجبار الذي قام به سنة الفقيه الأستاذ صالح الحنفي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسواد، بعدما كان يشغل منصب الوكيل العام للملك على رأس هذه النيابة العامة، ولا غرابة في ذلك فقد عرف المرحوم بتجربته الكبيرة في مجال القضاء وجديته وتكوينه وقيادته على الجهاز القضائي، وهذا ما سيحتم عليه مضاعفة الجهود لأكون خير خلف للرئيس. أسأل الله العلي العظيم أن يعينني على أداء مهامنا بصدق وإخلاص، ويلهمنا الصواب والرشد، وأن يجعلنا على التوجه السليم والنهج القويم، ويوفقنا بما يعود على وطننا بالخير الأمين، ويعيننا على أداء رسالة العدالة حتى نبلغها إلى المواطن تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين حامل من ملة الدين القاضي الأول محمد السادس أيده الله ونصره. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وأمد الله في عمره، وأقر عينه بولي عهد الموت الحسن، وشد أزره بشقيقه اسمه الأمير مولانا رشيد، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.